عش في فيلة باور القديمة لمدة 14 يوم على تحدي بقيمة 50,000 ريال. كل يوم راح يكون في تحدي جديد، فتابع المقطع للنهاية عشان تشوف مين راح يفوز في التحدي. هلا والله. قبل أن نبدأ المقطع خليني أشرح كيف وصلت لفيلة باور وإيش فكرة التحدي. في البداية كلمني كمستكة وعرض علي أني أشارك في التحدي. التحدي هو عبارة أني أعيش فيلة باور لمدة 14 يوم مع 20 يوتيوبرز نتحدى على 50,000 ريال، وعلى طول وافقت على العرض. قلت له يا حبيبي كمستكة بسل اللوكيشن، أنا جايك في الطريق. خليني ألخص لكم إيش صار في أول يوم عشان بعدين ندخل على الثقيل. ويوم وصلت تعرفت على اليوتيوبرز، وكان أول واحد تعرفت عليه اسمه سونا، واللي ما يعرف هذا الشخص جاي من البرازيل عشان يشارك معنا في التحدي. قررنا أنا ويا نسوي فريق عشان ما نطلع بعض ونحاول نفوز في التحدي. تعرفت على ناس ثانيين مثل فوكا، مثل تاستك وباور بلو، وبعدها بدأ التحدي، وإنه لازم كل شخص يدور على الغرفة اللي راح يعيش فيها في الفيلا. وقبل بداية التحدي كان بيني وبين تاستك مضاربة على مين راح ياخذ غرفة شونغ بونغ، وللأسف ضعت في الفيلا وما عرفت وين غرفة شونغ بونغ، بس دخلت غرفة صيب بالغلط وكانت أحلى من غرفة شونغ. وطلعوا معي الروم ميت اللي راح يسكنوا معي سبيشل وركان فينش. قررت إني أسوي صداقة معاهم عشان نقدر نفوز بالجائزة، وبعدها رحت لليوتيوبرز الباقيين وتعرفت عليهم وسويت صداقات. كذا يكون انتهى اليوم الأول على خير، وراح يبدأ الأكشن والجد مع اليوم الثاني. كيف حالك؟ سمعت انك محتاج مساعدة. ايش هذا؟ يا رجل ايش هذا؟ هنا في تسريبات انا عليه. شو؟ لا بنوزع على الكل هم بالبيت. يعني رشاوي. فقت. طيب شوف مثل ما شفت شوف. الشوكولاتة اللي جي سويناها الحين راح ناكلها. انا الكيس انسرق. طلعي كم شيء بس تعبانين الصراحة. والله حلو. كم؟ 7 من 10 هذه. والله حلو. جاتني هدية من البرازيل. شف. هذا مفروض هذا مدري وش. بسكوت. من اطيب شوكولاتة البرازيل. هذه اوريو بس بسكوت، اول مره تشوفه في حياتك، ما قد شفت الصراحه. هذا ايش؟ هذا دوش جليتش. هذا شيء بيس على اساس عرف يعني. لا هيدي بيس سبيشال. طيب كثير هذه احسها مجنونه. حلاوه ولا شوكولا؟ طيب كثير. لا شوكولا. شكرا. جربها الله يكرمك. جربها. لا بجربها بالبيت معك. اوكي مع ولدك. طيب الحين راح نبدا التحدي اللي بعده. اول تحدي في اليوم خلينا نبدا عشان كلنا نقول بسم الله. هذا الدفتر ديث نوت راح يتوزع الكل. الدفتر هذا لك الحق انك تكتب اسم اي شخص تتمنى. راح اجيكم كل يوم بالليل وراح اشيك هل كتبت شيء ولا لا، وما راح يطلع الشخص هذا لين بكره. واذا انت طلعت شخص ما راح اعلم انك انت طلعت. طبعا الديث نوت بمثابة تغيير للعبة، لان زي ما شفتوا يمديك تكتب اسم شخص يطلع من التحدي. وللاسف الروميت اللي معنا طلع فنشوه اليوم مسكين. في تحدي ما صورته كان عبارة عن في كرة حمراء في فيلة باور لازم ندور عليها، ويدور عليها يقعد في الكرسي، وطبعا فزت فيها انا اكيد. نكمل مع اليوم الثالث اللي مليان امور رهيبة. صباح الخير. الحين الساعة 11، احنا في اليوم الثالث في فيلة باور. تقريبا باقي 10 ايام خلص التحدي، واليوم الساعة 4 لازم نكون بالصالة. إذا ما كنا بالصالة راح نطلع. وفي كتاب ديث نوت زي ما شفتوا أمس الزبدة. خلينا نوريكم روتيننا في حاجة ورقم قص. إذا فاز علي عيال بياخذ واحدة على التحدي بيني وبينك، تمام؟ بس من مرة واحدة. أوكي كلها؟ واحدة بس. ورقة واحدة ومن مرة واحدة. يلا واحدة ثلاثة. حجر ورقم قص. شكرا. 100 دولار اكتب اي واحد يشتكي من هذا المقطع راح اعطيه 100 دولار. طيب على السريع بدايه كل اجتماع يومي او تحدي يومي راح اذكر من الاسامي اللي طلعت من الديث نوت، بس ما راح اقول مين اللي طلعها. حلوين؟ حلو. فايروس وزي صح؟ ايوه. ايه انا توترت. لا يا رجل. يب طلع مقلب. كان خفيف دم كمستكه. طقطق علينا قبل التحدي القادم، لان التحدي مو هذا. لا التحدي القادم الان.
تحدي اليوم راح يكون كالاتي، راح نلعب لعبة المافيا. كلكم تعرفون لعبة المافيا؟ في احد ما يعرف لعبة المافيا؟ انا ما اعرفها. تمام بشرح لك شرح. حلو. تدرون خليني اشرح لكم التحدي بذاك المستكة. فكرة اللعبة انه يكون في شخص مافيا يحاول يقتل اكبر عدد ممكن عشان يقدر يفوز، وفي دكاترة يحمون شخص معين بحيث المافيا ما يقدر يقتله، وهذه هي لعبة المافيا. شايف كيف سهلة؟ بس الحقيقة ابدا ما هي سهلة. مافيا ارفع راسك، الشل اللي على واحد تبي تذبحه انزل راسك. دكتور ارفع راسك، الكل يرفع راسه، ما حد يتكلم، تفضل. مواطن شريف، المافيا ذبحتك. سكيب 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 سكيب. الامبوستر يرفع راسه. دكتور ارفع راسك. مين؟ يلا السلام. هل كلكم تسمعون اصوات جنبكم ولا لا؟ لان كل ما يقول مافيا اسمع هنا، ولما يقول دكتور اسمع هنا. مافيا يتكلم؟ والله صعب تكرر الحين، بس هو واحد يقدر يدبب يعني 100%. امبوستر ارفع راسك، اشنق لي واحد. دكتور ارفع راسك، احمي لي واحد. في الليلة الظلماء الامبوستر اخذ السكين ومشي بشوي، وان واحد، لكن ما حد مات. الدكتور حمد طبعا بعد ما خرج فوكه من التحدي، الشباب بدأوا يحلون من اللي طلعوا، وزادت الشكوك علي للاسف، طلعوني برا التحدي. لولا الله ثم عبد الله يجي ما كان بقيت في التحدي، لانه طلع برا التحدي بالكامل. انا كنت بطلع لكنه بدل طلع مكاني. شكرا يا عبد الله عشانك ضحيت عشاني، وشباب رابط قناتي في الديسكريبشن لا تقصرون معاه. وتقريبا هذا اللي صار خلال اليوم الثالث، يوم كاد ان يكون اخر يوم لي لكني نجيت منه باعجوبه. ونراكم في اليوم الرابع اللي من اكثر الايام الملحميه. نسوي تحدي، مين اقوى واحد بفيلد باور؟ يلا روح سوي. ما شاء الله صار 40 بس جاب 49 حصة اكيد. جبت 81. هذا القوة يا شباب، هذا اللعب. حط باون يا حبيبي. هي مكتوب كذا. لا اي وضحني هذا. يلا خوزي روح. طب احط بيد واحدة. يد واحدة روح. 29. ايه الغشاء دي 20 49. وين 20 49؟ 49. طيب يلا بعيد. ها بعيد. شوف كم يا اخي غشاش هذا. غشاش. اوكي خلينا اشرح لكم التحدي القادم، لانه فكرته غريبه لكنها موتره كثير. فكره اللعب باختصار، شخص يختار الشخص اللي بعده، واللي بعده يختار اللي بعده، واخر اثنين ما حد يختارهم يطلعون من التحدي. هذه اللعبه تعتمد بشكل كبير على الصداقات اللي كونتها في الايام الماضيه، فنقول ان شاء الله احد راح يختارني. ابيك تختار شخص من التسعة اللي باقين، الاثنين منهم راح يطلعوا. تاستك يا تاست. لا انت بشايع، تفضل هناك. تاستك باقي 8 اشخاص، لكن ما راح تختارهم بسرعة هذه. اسمع انا والله موقف صعب، لازم اهدك. اهدك اتمنى اني طلعت ولا حطيت هنا. اهدك. انت لازم تختار شخص الحين. حلو. لكن ابيك اذا تسمح تاستك اجلس، كل واحد عنده 10 ثواني يقنع فيها تاستك. اوكي انا الان لازم اظهر الاحترام والتقدير لتاستك، لان يا شباب لازم نبقى والله 50,000 ريال لازم نحصل عليها. والله نقول ان شاء الله انه تاستك يختارني. تاستك تحدي الكورة، انا اخترتك الحين تختارني. هي من البداية هذا تاستك والله حقك اخترت اختارني. بس لازم افسر للبقية كثر المعزة على كثر الاسباب الكويسة ريان اختارني. هول يا حبيبي يا تاستك، شفت انا ليش اخترت؟ يا حبيبي يا حبيبي تاستك. يب تاستك اختارني، قايل لكم لازم نفوز بال 50,000. طبعا اختارني على الصداقه اللي كونناها في تحدي الكره الحمراء اللي كان باليوم الثاني، لاني فزعت معه ففزع معي اليوم. يا اخي هذه تحيه لك يا تاستك. انا انزرفت، البسي حق انزرف. ما ادري من انزرفه. هي البسي حق انزرف. هي البسي حق انزرف. ها انت سرقته؟ هي سرق البسي. يقول سرق البسي. تعال. هي سرق البسي. دقيقه. تعال. ايش سرق البسي حيل؟ هو يا حيل هو قال. لا ايوه سرقت البي سي. ايوه حق ابو العص. حق ابو العص. انت شكلك مخربط بين غرفتي وبين ابو العص. لا يا ابو عيسى ما توقعتها منك، تسرق البي سي حقي وتنكر كمان، لكن انا اعرف ايش راح اسوي فيه. راح اسرق. بلا دقيقه يا بدل لا نروح غرفه عيسى. تعال نروح غرفه عيسى ونزرف كل اغراضه. والله ما تروح، زارفنا ثلاثه بي سي وساعه ودرع مليون،
والله لا اوريك حبيبي. وين البي سي حقي؟ ثواني 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 مين؟ ثواني ثواني البي سي حقي وين؟ بس دقيقة بلا صياح ارجوك بلا صياح. طبعا يا شباب يوم رحت عندك لقيت البي سي حقي ودرع المليون حقي. يب حقي. المهم ما علينا، في لعبة بسيطة لعبناها آخر اليوم، فكرتها إنه شخص يمسك البالونة يرميها على أشخاص الباقيين، وما أحكي لكم إيش صار. اليوم الرابع كان كويس الصراحة، من أفضل أيام في فيلة باور. الحمد لله أني عديت منه على خير، وأتمنى أني أنجو في الأيام القادمة أو اليوم الجاي. واللي أكون معاكم صريح كان من أصعب الأيام. السلام عليكم ورحمة الله. لازم تنقسمون إلى فريقين. تاسك تفضل دامك قمت. يلا تعال بلس. أول شيء بنقسمكم أيام ثم بندخل بالتحدي. أوكي تحدي اليوم حرفيا بدأ على طول. أول ما قمنا أكلنا وجاك مستكة قال توزع على فريقين وأتوقع أنا راح تصير حرب عالمية. الله يستر. تاسك ريان أنا أوكي. الله بسم الله. إيه والله التحدي شكله حيكون خرافي. هم عشان نعرف إيش حيصير. طبعا اخترناهم لانه ما نعرف ايش التحدي الجاي، فقلنا خليهم فرت تجارب عشان نعرف ايش راح يصير لهم. والله يستر من اللي جاي. في تضحيه قاد دين، في تضحيه. هي اتوقع سوى نفس اللي سوى اي جي معي. ريان طلع وبدل معاه ضحك قال ايش هذا؟ شو الست؟ بشرح لكم التحدي على السريع. التحدي باختصار، اسف على المقاطعه بس خلوني اشرح لكم التحدي بشكل مختصر عشان تدخلون في العميل. فكره اللعبه بكل اختصار انه في شخص كمستخ يختاره يحط الهودي عند اي شخص يبغاه، والشخص اللي يجي الهودي لازم يطلع من اللي حط الهودي عشان ما يطلع من التحدي. انا بدأت اتوتر من الحين، الله يستر من اللي جاي. طيب الشخص اللي بختاره الان احتاج منك ترفع اللي على عينك، تشيل الهودي من النص بكل بساطه وبشويش، تحطه عند الشخص اللي تتمنى منه انه يطلع، والشخص هذا اللي تتمنى منه انه يطلع راح يفتح عينه وما ادري هل راح يقفطك ولا لا، لكن اعلم يقينا اذا قفطك سواء سمعوا منك حركه او سمعوا منك شيء انت راح تطلع برا تماما. والله ما راح ارحمك ولا راح اخلي اي واحد يقعد بمكانك. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللي يتوقع أن الهدي عندي يرفع يده. صح الهدي عندي. أرفع عينكم كلكم. الجميع ممنوع الكلام. ريان هو اللي يقول لك تكلم، هو اللي يقول لك اسكت. أبو زهرة كيف حالك؟ يا مرحبا. تبغى عندك شيء تقوله؟ لا والله. أوكي. ما هو أنا بالتأكيد. ما في شيء أقدر أقوله والله. في شيء تبغى تقوله؟ سأل بقوله إنه أنا ما دخلت التحدي على بس. في شيء تبغى تقوله؟ حزين إنه اختارك صراحة. حزين إنه اختارني. أوكي. يعني إذا بدي أحط الهودي لحدا ما راح يكون أنت. في اثنين شاك فيهم، تريكسي وأبو شايع. اخترت تريكسي وأبو شايع لأن كنت شاك في حركاتهم وما كانت مطمئنة، ويوم سألتهم كانوا يأكشنهم مرة غريب، فلا بد إني أطلعهم. لو تبغى تطلعني إيش بيكون السبب؟ ما في سبب يخليني أطلع. أبو شايع. ما صار معك. برضو ما في سبب يخليني أطلعك. يعني أنت قد تقول إنك مو أنت؟ مو أنا. وأنت؟ ليش أكون؟ أنت عارف إنه مو أنا. ليش أكون أنا؟ ما أدري. إيش؟ ريان لازم تعرف شيء. إذا أنت اخترت شخص يا أنت يا هو. أوكي شوف أنا حلعب على الثقة. أوكي شوف يعني هي من البداية كلهم أخوياي كلهم معي هي نصيب. يعني كلهم تثق فيهم. كلهم أثق فيهم. كم بالمية تثق فيهم؟ اللي قاعدين 100%، بس اللي واقفين يعني الرياكشن حقهم لما سألتهم حسيت إنه في شك. اسمع أنا ما أبغى أطلع ولا أحد. فهمت؟ حبيبي إيش؟ أعطيني اسم. كلهم أصدقائي كلهم. ما لي دخل. أعطيني اسم. أقول أنت اللي اخترتني يا أنت يا هو حيطلع. أنا بقول تريكسي. ما ادري ليش بس اعطيني جواب اخي. تريكسي. تريكسي مشاي تفضل اجلس. تريكسي انت ولا لا؟ جاوب بكل صراحه. لا تفضل اجلس. تريكسي ريان يعطيك العافيه. جيجي نورت التحدي حبيبي. ويب مع كامل الاسف انا اللي طلعت، وللاسف اني ما اخترت ابو شايع. صراحه كانت تجربه ممتعه مع رغم ان حظي خايس. تخيل خسرت مرتين. اقطع ام القهر. والصراحه كل شخص وقف معي اشكركم، ما قصرتوا الصراحه. واتوقع انه خلصنا تسجيل. قفل ام التسجيل يا شيخ. What you know about going out, head west, red legs, TVs, all the...